السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله رسم وحدة زخرفية هندسية، وهنتعرف على طريقة رسم هذه الوحدة اللي أمامنا هذه. وطبعا زي ما احنا عارفين أنواع الزخارف ثلاثة: زخارف نباتية وزخارف هندسية وزخارف كتابية، وهذا النوع طبعا اللي أمامنا هذا زخارف هندسية. فهنشوف إن شاء الله الطريقة، ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك وتعليق واشتراك في القناة، ولا تنسى أيضا تفعيل الجرس. هنشوف مع بعض هذا الفيديو. هنشوف مع بعض الأدوات اللي هنستخدمها في عمل هذه الوحدة. عندنا ألوان في المسطر، احنا قلنا اي نوع عادي، يعني سواء كان هذا او كان اي نوع تاني. انا عندي مثلا اللون هذه، خلاص بستخدمها. عندنا ايضا ورق شفاف، طبعا ما بيكون كده، وبيكون هوريكم انا شكله، لكن انا قصيت منه ورق قطع صغيرة لان هحتاج ليها قطع صغيرة، هذه ما احتاج الكبير. قلم في المسطر للتحديد، طبعا هحدد قلم رصاص والمسطرة. وعندنا هنا سواء بقى كراسة الرسم، عندك أوراق أنت عايز تعمل فيها لوحات فنية، أنا أعمل لكم هنا في اللوحة في على الورق هذا، يعني كراسة الرسم مش مشاكل. طبعا الورق بالنسبة للورق الشفاف اللي هو بيكون بيتباع في المكتبات زي كده، نفتح كده الكراسة نشوف مع بعض. نشوف الورق بالشكل هذا، الورق بيكون ايه؟ شفاف وخفيف جدا. في طبعا انواع كثيره، لكن عادي يعني اي نوع منه يمشي، ما في مشاكل عادي. فنبدا مع بعض. طبعا اليوم عن الزخارف الهندسيه، والزخارف وانها زخارف ثلاثه انواع: نباتيه وهندسيه وكتابيه. اليوم ان شاء الله احنا النوع اللي هنستخدمه هو الزخارف الهندسيه. فعشان اعمل وحده لها طبعا خطوات، اول خطوة بنعمل ايه؟ بجيب ورقة على الورقة زي هذه، وهرسم اختار شكل هندسي سواء كان مربع مستطيل مثلث دائرة. احنا هناخد الشكل المربع، شكل المربع. يبقى اول خطوة عندي هبدأ ارسم المربع. هنا كده هنعمل مثلا، تحاول تظبط المربع هذا في منتصف الورقة يكون أفضل، في منتصف الورقة يكون شكله أفضل. لو يعني هذه مثلا 15 سنتي، يبقى يقيس هنا نصفها اللي هو 7.5، يعني أي شيء عشان نرسم فيه بشكل مضبوط لازم أقسمه إلى نصفين، وبالتالي أقدر أظبط اللي أتحكم في الحجم. طيب أنا عندي كده هنا من النصف كده هعمل مثلا مربع وليكن 8 سنتي في 8 سنتي مثلا، يبقى هنا النصف 4. ركز معايا، عندك رقم كام؟ شوف النقطة هي، هاي النقطة هنا عند رقم كام؟ 4. وهبدأ أعمل خط مستقيم من أول الصفر إلى 8، خلاص. هنا نفس الكلام من عند الأربعة نقطة هي أمامنا إلى، طبعا احاول هنا بقى اللي بعمل هنا لا، لان عشان اشوف اخلي الخط هنا متوازي، عشان خط اخلي الخط هنا متوازي، يعني هذا يكون موازي للخط المسطره هذه اهو. وهبدا اعمل الخط بالشكل هذا. بعد كده بوصل هذا، يكون طبعا ايضا 8 سنتي اهي، شايفين من الصفر الى 8 احنا اثنين. هنبدأ في الخطوة الثانية، هقسم هذا المربع إلى محاور وأقطار. محاور يبقى المحور اللي هو يا إما عمودي أو أفقي، يعني رأسي أو أفقي، ده اسمه المحور. أما القطر اللي هو بيكون خط مائل بالشكل اللي احنا شايفينه هنا.
اقسم الاول المربع هذا لنصفين ايضا، النصف هنا عند اربعة وهنا النصف عند اربعة. اعمل الخط الرأسي او العمودي، ده المحور وهذا المحور الافقي، هذا المحور بعد كده هعمل الاقطار القطر من الزاوية هذه الى الزاوية هذه للخط المائل هذا، ايضا بيقسم الشكل الى نصفين زي ما احنا شايفين، النصف هذا والنصف هذا وهنا ايضا. طيب لو احنا عندنا ان هذا المربع مو مظبوط، ما هتلاقي ان الخط يمر من الان من المنتصف هنا، لو في اي شيء مو مظبوط ما هيمر من الان من المنتصف. اذا عملنا عندنا هنا المحاور والاقطار، هذه الخطوة الثانية. طيب بعد كده انا بكون حاطط في راسي فكره، انا مثلا هلعب هنا على المحاور هذه هقسمها نصفين، كل محور من دول هقسمه نصفين، عندي كده اربع مربعات 1 2 3 4، كل محور من هنا هقسمه الى نصفين، هذا مثلا اربعة يبقى نصفه اثنين، وهذا عند رقم ستة هنا ايضا نفس الكلام اثنين، وهنا عند ستة، وراح موصل الخطوط هذه كده النقاط بعضها. اصبح عندي الشكل هذا، ممكن اختار ايضا اعمل هنا مثلا اي شيء هنا حسب طبعا ما انت عاوز، ممكن تتركها زي ما هي كده مفيش مشاكل، ممكن تقسم هذا نصفين ايضا، يعني فرضنا ان انا مثلا هعمل هذا كده. ممكن هنا اختار للمجموعة هذه لونين فقط، او ممكن اختار ثلاثة الوان حسب، او اربعة الوان. احنا ممكن نستخدم معانا الالوان الاساسية هذه. طبعا انا ما استخدمت الكلك اليوم، الكلك هذا اللي هو الورق الشفاف هذا، بتستخدم طبعا اكثر في الزخارف النباتية، وهوريكم طريقتها ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. نبدأ في التلوين، انا مثلا هجرب الاحمر والوردي هذا والازرق واللون السماوي هذا، نجربهم كده. فهبدأ باللون هذا من الداخل هنا كده، ولون واحدة واترك واحدة، شايفين؟ يعني واحدة تكون الأحمر واحدة تكون اللون هذا. يبقى احنا كده استخدمنا الوان متوافقه مع بعض في كل مربع او بشكل معين كده، من هنا ازرق وازرق فاتح، هنا احمر واحمر فاتح، نفس الكلام هنا هنعيد الكره مع الاحمر والاحمر الفاتح هنا اهو، هنا قصاد الفاتح بعمل الفاتح وعند الغامق بعمل الغامق.
كده نكون احنا انتهينا من شكل الوحدة الهندسية. شوفنا طبعا الألوان، استخدمنا فيها ألوان متوافقة وفي نفس الوقت ألوان حارة وألوان باردة، يعني هنا ألوان متوافقة مع بعض، وهنا أيضا أحمر وأحمر، أحمر فاتح وأحمر غامق، أو أحمر وأحمر فاتح، هنا أزرق وأزرق فاتح، وشفناها طبعا بالشكل اللي أمامنا هذا. إذا استفدتوا إن شاء الله من الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوا لايك وتعليق واشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.